هي عادة إذا المداخلة الجديدة بعنوان هلمان تعارض بين الموروث الثقافي والديمقراطية. مقدمة: عندما نتحدث عن مشكلة صراع الثقافات علينا أن نشير حتما إلى مقال سامويل إدغونتون المنشور سنة 1996، وهو يعني مشتهر تحت عنوان صراع الحضارات. يمكن ملاحظة أن مصطلح الحضارة والثقافة هما مصطلحان مختلفان. الأول يستخدم قبل كل شيء في المناقشات التاريخية الفلسفية، بينما الثاني يعني مصطلح ثقافة خاص بالدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية. ومع ذلك فإن مشكلة واضحة من خلال صراع الحضارات أو الثقافات، فإننا نعني الصراع بين الهيئة البناء الرمزية التي ينظر إليها على أنها مقيدة من قبل الفاعلين الاجتماعيين الذين يتعرفون على أنفسهم داخلها، وخاصة من خلال الأديان. يعني يفكر المرء على الفور في الإسلام ضد المسيحية، تماما كما كان سيتحدث قبل قرن في ألمانيا عن الصراع بين الكاثوليكية والبروتستانتية. تختار كل حقبة نوع معين من الصراع الرمزي، واليوم أو بالأحرى على مدار 15 سنة ماضية، فإن الفترة التي تسود في النقاش العلمي ومن المنطق هي بالتأكيد الصراع بين الأديان كتعبير عن الحضارات أو الثقافات، الصراع بين الثقافات. لإدراك التأثير الكوني العالمي للمفهوم ليس من الضروري أن نضيع في مناقشات يعني مراهقة أو بطريقة أكثر تقليدية في البحث يعني عن أسبابها وجذورها. يكفي تصفح بعض الكتيبات يعني ليكتشف القراء في جميع أنحاء العالم ظهور الحرب بين الحضارات أو الثقافة الإسلامية وبين الحضارة الغربية. يعني لكن ماذا عن الصراع بين الموروث الثقافي في علاقة بالدين الإسلامي عندنا، والقيم الديمقراطية والمدنية في علاقة بالثقافة الغربية، باعتبار أن الديمقراطية وصفة ربما غربية، بدايتها كانت مع الإغريق مع أثينا، ونهايتها أو حالها ورهنها هو المدينة الغربية، رغم وجود بعض الممارسات لأشكال من الشورى ومن التشاور ومن التفاوض في ثقافات ومجتمعات أخرى غير غربية. لكن منذ حوالي 20 عام كان كل من التراث الثقافي والديمقراطي في أزمة، يعني الموروث الثقافي والديمقراطي في أزمة فيما يتعلق بقيمهم الأساسية. يتم التشكيك بشكل متزايد في الحفاظ على التراث الثقافي، ويتم إضعاف المبادئ الديمقراطية بسبب الخطاب السياسي والممارسة التي تسعى بشكل متزايد إلى تحقيق أهداف اقتصادية ليبرالية جديدة أو أهداف انتخابية ما بعد حقيقية، يعني أهداف براغماتية، أهداف انتخابية براغماتية ما بعد الحقيقة. للحفاظ على التراث الثقافي المشترك وممارسة الديمقراطية يبدو أن هناك أمران يعتمدان على بعضهما البعض. يعني إذا أردنا أن نكون ديمقراطيين فعلينا أن نحافظ على الموروث الثقافي، وإذا أردنا أن نحافظ على الموروث الثقافي ينبغي أن نكون ديمقراطيين. تكمن هذا التلازم أو هذه التبعية في الجذور الجمهورية المشتركة، وكذلك في المهمة الاجتماعية للثقافة والتعليم. يعزز التراث الثقافي ويرسي الوعي الذي يمتلكه المجتمع بذاته على الرغم من جميع الاختلافات الفردية والتعددية الثقافية. والديمقراطية واحدة هي التي تضمن لكل فرد حرية التعبير عن اختلافاته يعني الخصوصية، وهذا يكمن في الترابط بين التراث الثقافي والديمقراطية. اليوم في يبدو أن العلاقة تشهد نوع من التوتر، وأنهما الزوجين الديمقراطية والموروث الثقافي حال تناقض. هناك تناقض بين القيم الثقافية وترسيم الهويات والقيم الديمقراطية والمدنية والكونية. يحتاج موروثنا الثقافي إلى إعادة تقييم لإزالة هذا التناقض. هذا يمكن أن يفتح آفاق ديمقراطية ربما يعني بالنسبة للشعوب تائقة للحرية والتمتع بالحقوق. نبدأ بالتراث والديمقراطية كقسم أول. وعلاش موضوع التراث والديمقراطية في الظروف الثقافية والإيديولوجية والاجتماعية الراهنة يستدعي على الفور سؤال مزدوج: أي تراث لأي ديمقراطية؟ يمكن أن يكون الموضوع أكثر إلحاح. منذ ما يقرب عقدين من الزمن وقع صون التراث في حالة مقلقة من الضعف المفاهيمي والمادي، بينما في الوقت نفسه تم إضعاف المبدأ الديمقراطي في خطاب ممارسات سياسية براغماتية، مما جعله يتحول بشكل ساخر إلى لباس بسيط أنيق لمفاهيم ربما تكون متمركزة حول ربما تكون مفاهيم يمينية متطرفة عنصرية.
الطموحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة وحققت ما بعد الانتخابات تشير إلى هذه الأزمة. وهكذا فإن المصطلحين موروث ثقافي وديمقراطي في ذات الحد لا يجدان نفسهما فقط في حالة أزمة متبادلة لقيمهما التأسيسية، ولكن من خلال هذه الحقيقة بالذات في علاقة مناهضة للنظرية في الخطاب الإعلامي السائد. في الواقع فإن رأي المواطن العادي الذي يتغذى من الأفكار والأحكام المسبقة هو مقتنع في معظم الأحيان بأن الحفاظ على التراث موروث الثقافي ينبع بالضرورة من النزعة المحافظة التي تتناقض مع الديمقراطية تجعله يسلم في الديمقراطية. تطلع إلى الوراء يعني إلى الماضوية والرجعية، يعني هو يبتعد عن النخبوية، سيكون عدو للتقدم وأي ديمقراطية ستكون. على عكس من ذلك هي المصدر، الديمقراطية المصدر والضمان، لأنها تحقق متوسط يعني حد أوسط في زمن متوقع أفضل، ربما زمن الحرية والحقوق. ومع ذلك فإن المفهومين لهم الكثير من القيم المشتركة، أو يتقاسم الكثير من الأشياء بغض النظر عن الكليشيهيات وسوء الفهم الذي يخضعان له، ولو من خلال أصولهم المشتركة وتطورهما الحافل بالأحداث على مدى قرنين من الزمان وعلاقتهم المؤسساتية في الدولة الحديثة. أن التاريخ المتشابك لظهور المجتمعات الحديثة والاعتراف بالشهود على تاريخ يؤدي اليوم إلى ملاحظة أنه لا يمكن أن يكون هناك حفظ حقيقي للتراث للموروث، تراث الثقافة الوطنية، دون ديمقراطية، دون جو من المناخ الودي والسلمي من النقاش في الفضاء العمومي. دعونا نحاول التحقق من هذا الإقرار، من هذا التأكيد، من خلال طرح فرضية وجود صلة ضرورية بين التراث والديمقراطية، من خلال التذكير بالمصادر الجمهورية الفكرتين وفحص تطبيقهما الحالي. والقسم الثاني يعني العلاقة بين يعني التراث والديمقراطية، بين الموروث الثقافي والديمقراطية، هي علاقة مترابطة بشكل ضروري. إذا رابط ضروري تتحدد مبادئ الحفظ على الممتلكات الثقافية بالتأكيد على أن التراث هو شيء من الماضي يعترف به المجتمع كقيمة في مستوى الشهادة. ومع ذلك فإننا نعلم أن قيمة الشهادة لا تستنفذ لحد بعيد مجموعة القيم التي يوافق عليها المجتمع ويمنحها للممتلكات الثقافية لقد أسس الفكر التاريخي منذ القرن الثامن عشر ازدواجية مفهوم النصب التذكاري. الثقة التاريخية الظرفية لا يمكن أن تكون مهمة إلا في سياقها ومن خلالها، وأن تكون موضوع فني يتمتع بقيمة جوهرية وعالمية خالدة. في نفس الوقت مكان دقيق للذاكرة وانتشارها وللأرشيف والرمز والبرهان والقصة والواقع والتاريخ والخيال. على هذا الأساس هذه ملاحظة تحدد المبادئ أنه بالإضافة إلى قيمة الوثيقة التاريخية هناك الحاجة الأساسية للذاكرة بالنسبة للبشر، حاجة نفسية واجتماعية للهوية والتي من خلالها ستظهر علاقة التراث بالديمقراطية. يعني الوسيط هو الهوية، ربما يعني تشبث بالهوية يؤدي إلى ربما تخلي عن الديمقراطية بأي شكل، لأن يعني الديمقراطية تفتح نحو الكونية، نحو المواطن العالمي. هذا هو السبب في أن معنى التراث وبالتالي الحفاظ عليه مرتبط ارتباط وثيقي بما كان يطلق عليه منذ الثمانينات وجب الذاكرة. هذا إعادة ترتيب ماضينا بلا كلل، وهو بالطبع ينفصل على وجب المعرفة. واجب التذكر هو عدم النسيان، يعني عدم نسيان جذورنا الثقافية. النسيان يعني رفض أو هجر أو فشل الإرسال وفشل التقبل، وهو هدف المحافظين أو هدف الحفظ والصيانة من التلاشي ومن الاندثار. والدليل هو العاطفة التي تجتاح كل الفاعلين أمام تدمير المكان الذي كان مألوفا في السابق والذي أصبح من الصعب التعرف عليه من خلال التجديد الحضري التجديد المدني، أو الدهشة التي خلفها خراب يعني خراب العديد من الرموز والمعمار الذي كان يرمز إلى الماضي، وهو كان هذا الخراب ثمار الجهل والغباء والغطرسة. هذا البعد المعل يعني الشعوري لضرورة الحفظ حيث يتم اختبارها على أنه حاجة بالنسبة للمواطن في علاقة به يعني موروثها الثقافي، له نفس أهمية المادة الموضوعية للموضوع الثقافي. على ذلك فهو عنصر أساسي ودون سيظل شهود التاريخ مختزلين في بيئة خيالية. لذلك فإن ما يقودنا إلى العلاقة بالديمقراطية هو حقيقة أن تجربة التراث متناقضة بشكل مضاعف، البعد الاجتماعي يعني في علاقة بالجماعي وما هو فردي وما هو عام وما هو حميمي، تمام كما أن التراث نفسه مادة ووعي في نفس الوقت، أنها تجربة المعرفة والعاطفة والمشاركة والخبرة الشخصية والتعددية والتفرد والعالمية والانتماء.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل التراث البعد المادي تضاريس تجربة المكان والزمان، ويعبر عن مواضيع العبقرية بالمعنى الذي أثار ربما مفهوم ديغير عن الترسب أو التجذر، أو يعني مدحه للانتماء إلى الماضي. تراث، ومن خلال الاعتراف الجماعي والفردي أو بشكل أعم في كل ما يصنع الحضارة، يمكن للجماعة والفرد التعبير عن مجتمعهم الثقافي وتجسيدهم، بالإضافة إلى استمرارية مصائرهم للبشر في الديمومة التاريخية. بعبارة أخرى، بالنسبة للمجتمعات كما للأفراد، يشير التراث ويشهد على وعيهم بأنفسهم في عالمية إنسانيتهم، أي في تحدد ثقافاتهم. العكس أي شكل من أشكال سحب الهوية الذي يحول التراث دائما إلى فولكلور بلا أفق. لقد تم ربما يعني تعريف التراث بشكل خاطئ لأنه شيء من الماضي يعترف به المجتمع كشهادة. لكن بعد هايدغر ربما يعني في هذا المنطق الديمقراطي، بعد يعني على عكس أي شكل من أشكال سحب الهوية التي يحول التراث دائما إلى فولكلور بلا أفق، في هذا المنطق الديمقراطي التنظيم الاجتماعي والسياسي الوحيد الذي يسمح ربما أعتذر الذي يسمح ويضمن لكل فرد إمكانية هذا التعبير المزدوج في الزمان والمكان فيما يتعلق بالتاريخ والكونية. ببساطة، لأن الديمقراطية المكان الوحيد من أجل التعبير الحر والمتساوي عن جميع الهويات، وهو السياق الوحيد الذي يمكنه من الازدهار في التنوع اللامتناهي. لذلك، بما أن ارتباط البشر بممارسة ذاكرتهم وذكرياتهم هو حاجة، وبما أن الديمقراطية حسب حالنا هي شكل الإنسان الوحيد للسياسة، رابط الضرورة في الفلسفة الاجتماعية والسياسية، يبدو واضحا المعنى بين الاعتراف بالتراث والحفاظ عليه ونظام سيادة الشعب والتمجيد أو التوظيف أو ترجمة الوعي الديمقراطي. وهذا يعني أن التراث لم يكن موجودا في ظل النظام القديم، أو أنه غائب عن المجتمعات الاستبدادية المعاصرة، ولكنه كان حينئذ هو اليوم في الأنظمة الاستبدادية ذات طبيعة أخرى تستثني من موضوعنا وترتبط أكثر بالاحتفالية والفولكلور من السلطة أو التعبير عن عدم التسامح من الشهادة على ارتباط المواطنين بماضيهم. يعني الفكرة الثانية، الأصل الجمهوري لفكرة التراث، يمكننا أيضا تفسير هذا الارتباط من خلال تاريخ العلاقة المتبادلة بين التراث والديمقراطية. ولدت ممارسة إلى حد كبير مفهوم حماية التراث كمهمة عامة جماعية مع الجمهورية التي انبثقت عن عصر التنوير. يعني ربما تم تأسيس المتاحف في علاقة بالآثار، و يعني ليس من منطلق الحنين إلى بقايا الاستبداد الملكي، ولكن لتشجيع الاستلام من قبل الناس عن على آثار الماضي وعدم نسيانها وتركها. يمكن اعتبار هذه اللحظة مثابة فعل أساسي في الغرب بصفة عامة، لأن المفهوم المؤسساتي للحديث في التراث وهذا الكنز الذي يرثه المجتمع والذي من واجبه نقله، والذي هو جيل الوقت الحاضر وحق الانتفاع بالموروث الثقافي. وفقا للتعبير الشهير لفيكتور أوغو، بعد ربع قرن من الزمان هناك شيئان في المبنى، استخدامهم وجماله، استعماله ملك للجميع، جماله يعني ملك للسلطة وجماله للجميع. بشكل عام يتوقف يعني الاستنتاج، لذلك فهو يتجاوز حقه في التدمير. ربما كان التنفيذ الرسمي لتدابير حماية التراث أبطأ ولاحق، لكن ليس أقل أهمية بالنسبة للإجماع الذي تم التوصل إليه حول هذا الواجب الديمقراطي في المحافظة على الموروث الثقافي. جاء الزخم كما هو الحال في الكثير من الأحيان في تعبئة المواطنين، وهو عمل ديمقراطي بامتياز، لا سيما مع تركيز على الجمعيات الثقافية التي تعتني بالفنون والتراث. ظهرت ربما الوصفات الإدارية الأولى لصالح حماية الآثار التاريخية وإنشاء يعني مجالس وجمعيات تعتني بالموروث الثقافي، حماية الطبيعة والمناظر الطبيعية، وإنشاء مكتب الثقافة، وحماية يعني المعمار والآثار الثقافية المهمة لأنها مرتبطة بالأبحاث والدراسات التاريخية، وهي متأصلة
يعني في ازدواجية مفهوم التراث والوثيقة والعمل الفني، وجعلت مفاهيم التميز والنموذجية من الممكن أنواع الأشياء التي تدخل في تعريف التراث، المباني والأماكن والمواقع والأشياء المتعلقة بالدين إلى ما لا نهاية، والتاريخ الثقافي والمدني والعسكري والعادات والسياسية والاقتصاد والتخطيط الحضري والتكنولوجيا والحياة اليومية. كان هذا التنويع نفسه عرضة للتغيير والتمديد الكمي، من خلاله يصبح التراث أكثر ديمقراطية، أصبح مفهوم التراث وفق يعني حضاريا، لأنه إذا أصبح الحفاظ عليه شيئا للجميع فالعكس يجب أن يصبح كل شيء موضوعا للحماية. الوضع اليوم في العلاقة بين الموروث الثقافي والديمقراطية، هل ربما فشل الديمقراطية ناتج عن إعاقات موجودة في الموروث الثقافي أو موانع مناهضة للديمقراطية؟ المشكلة هي أنه عندما يصبح كل شيء تراث لا شيء يكون في الحقيقة، يعني لا شيء يكون معاصرا لنا، ولا نستطيع أن نفتح عيوننا على روح العصر، وبالتالي نستلهم القيم الديمقراطية ونطبقها في حياتنا اليومية. من باب أولى في المجتمع أصبح أيضا يعني بدويا، ربما في حالة من السيالان التي ربما ناتج عن تقنية الاتصال التي تم تبادلها ونقلها من رموز وصور، والتي لم تعد تجعلنا ننتمي إلى أماكن ولكن إلى شبكات. وهو مجتمع يكون فيه نظير المادة أو الوفرة البصرية هي الإفراط في الاستهلاك والحنين إلى الماضي، الحنين إلى الهوية المفقودة، والتشبث به، التشبث الاستهامي به ربما موروث ثقافي غير موجود. ومع ذلك فإن مفهوم التراث يسحب هذا التطور في الوعي الجماعي. يمكننا أن نلاحظ هذا على مدار أكثر من ربع قرن أو أكثر في التشويه الدلالي لتجربة الموروث الثقافي، ولم تعد تجربة أشياء أو أماكن محاطة بها بشكل خاص كما تصورها والدر بنيامين، بل تصور لم يعد متعلقا بها بالذاكرة أكثر من التاريخ، والتي غالبا ما يكون الحفظ فيها مقتنعا فقط بالمحاكاة، محاكاة حتى للشكل الخارجي فقط. وكذا نشهد الاستيعاب التدريجي لمقاربات الحماية للعمليات الأدائية المذهلة بالمعنى الاشتقاقي، دوائر يعني المواقع التاريخية، تحسينات، استنزاف الحشود تعطي أكثر مما تفكر. هناك انسحاب جماعي إلى الموروث الثقافي بعيدا عن كونه مغامرة للذكريات، يفرض نفسه على أنه إدارة ظاهرية للبنى الرمزية لأي مجتمع. في مواجهة أزمة القيم، في مواجهة عدم اليقين بشأن المعنى المعطى للمستقبل، يقدم التراث نفسه على أنه رهان آمن كضمان رمزي الدمقراطة وحماية المجتمع من فقدان الذاكرة الجماعية وتمييع الهويات. لسوء الحظ الأمر ليس بهذه البساطة، هناك أزمة في علاقة بالدمقراطة، لأن مفهوم الهوية الثقافية لا يخلو من الغموض ومن معارضة، وكأنه يقف عائقا أمام الدمقراطة، مواصلة الدمقراطة، أنه يضفي الشرعية في مبدئه ذاته على الخصوصيات المحلية التي لا يوجد شيء مسبق لشكوى منها. تظهر المشكلة عندما يكون الدافع وراء المطالبة بالهوية هو الرغبة في تأكيد القرابة والبنو للذات والمجموع، والتي يعتبرها المرء مرفوضة بسبب التاريخ أو الظروف. يعني القومية كفكرة أو الهوية الوطنية التي ولدت في القرن التاسع عشر والتي عرفت أثارها المدمرة منذ ذلك الحين تنطلق بالضبط من هذا النموذج. الهوية الثقافية تتنكر في شكل هوية وطنية وتأخذ الآثار الرهينة لهذا الغرض، وتتعرف على نفس النظام من القيم الحصرية والقابلة للتغيير، وبالتالي وكأنها يعني ترفض مسار الديمقراطة، ترفض القيم الديمقراطية، كما هو بالفعل أو ينبغي أن يكون مثالا متحركا منطقيا. هذا التحجر لروح التراث في عمود سلالات الأقارب يستدعي رفض أي ممارسة ثقافية أفقية مفتوحة مؤهل سلبيا على أنها كونية أو عالمية أو أممية، وهذا يؤدي إلى اختزال قيم الثقافة العالمية إلى أكثرها شعبوية وتجارية وأحيانا للأسف براغماتية. قسم مشترك الأكثر تعصبا هو الفكرة الوطنية، الهوية الوطنية، هذه الظاهرة التي تشكك بشكل مباشر في العلاقة بين التراث والديمقراطية ليست جديدة. ربما منذ فيكتور هوغو ومارسيل بروست الذين دافعوا عن التراث، جعلوا الدفاع عن التراث سبب للمصالح المشتركة ضد إغراءات الاستيلاء الأصولي على التراث الجماعي. لقد كتب بروست منذ 1904 المنزل الكبير ما يكفي لإيجاد مكان فيه لجميع الأبناء. الخاتمة، كيف يمكن إزالة هذا التناقض بين الموروث الثقافي والديمقراطي؟ هذا هو اليوم تحدي سياسات التراث الديمقراطية
بالعين بعد أن أصبح لديه مجموعة فعالة من القوانين واللوائح بالنسبة للمنظمات وبالنسبة للأحزاب، فإن هذا البحث في إطار التعددية والتعايش تداول سلمي على السلطة، فإن هذا البحث يثري معرفتنا بالمجال التراثي كل يوم، وأن الحماية للموروث مدونة أخلاقية متسقة، وقد اكتسبت الوسائل العلمية للتحقق من صحتها والاستفادة من تجربة ممارستها. يعني مهام أخرى تنتظرنا، محاربة استغلال التراث في خدمة الأنانية الاقتصادية أو الإيديولوجية، عدم قبول أنها تصبح موقع سحب الهوية الذي يفرغها من جوهرها وفي النهاية يمحوها بشكل لا رجوع فيه، في علاقة بذاكرتنا وفي علاقة بذاكرة العالم بصفة عامة. إن الاختلاف الثقافي هو سؤال كبير في بداية هذا القرن 21، لقد أدت العولمة المقترنة بثورة تكنولوجيا المعلومات إلى اضطراب علاقتنا مع الآخرين قريبا أو بعيدا، وسلط الأضواء على مفارقة الصرخة في عصرنا، كشف محو المسافات عن مدى اختلافاتنا، أنه خلق الصراع والمواجهة وعدم القدرة على التواصل وأحيانا الحرب، والتي يكون الناس والتراث حياتها الأولى. لذلك يجب أن يكون معنى وهدف أي سياسة تراثية في علاقة بالديمقراطية اليوم هو التعبير للإنسان ومن حوله عن البعدين الزماني والمكاني للذاكرة المشتركة، إعادة اكتشاف الزخم للعلاقة الديناميكية والنقدية بين البشر وتاريخه، وهي العلاقة التي تجعل التراث أداة للترابط الاجتماعي والإنساني والثقافي وبالتالي ويساعد على الدمقراطة، حيث لا يمكن أن بدأنا أن ينحرف عن الحفظ انحرف الحفظ إلى نزعة محافظة، حفظ على الموروث الثقافي إلى نزعة محافظة وربما مضوية وتعصب إلى انغلاق للهوية، ومن خلاله يتم استئناف يعني ما عبر عنه سيفان تودوروف في مشروع الأنواري، حيث يصبح الماضي مبدأ عمل للحاضر، لأننا إذا قبلنا التماسنا الخاص بالمبدأ القائل بأنه لا يمكن أن يكون هناك الحفاظ على التراث الحقيقي دون الديمقراطية، يمكننا أن نضيف أنه لا يمكننا التفكير في التراث دون التفكير في العدالة الاجتماعية ومكافحة عدم المساواة والانقسامات والبيئة، وأن الحق في الذاكرة ليس حقا بخلاف أحد حقوق الإنسان الأساسية. إذن فكيف نجعل من علاقتنا بالتراث فرصة لبناء ديمقراطية صلبة ومستقرة؟ شكرا جزيلا على حسن الانتباه، أظن أن تكون هذه المحاضرة قد أفادتكم، إلى اللقاء في مداخلة قادمة.